طيب احنا كنا في الانترو او في الفقره الاخباريه معانا كنا بنهني كابتن شريف عبد المنعم عشان النهارده عيد ميلاده كل سنه وهو طيب. مره ثانيه وهو معانا على التليفون كابتن شريف نجم الاهلي السابق، صباح الخير في البدايه على حضرتك. صباح الخير يا نوان، صباح الخير كريم، صباح الخير يا هاني، منور الدنيا يا هاني. صباح الخير يا كابتن شريف، وحشني. وانت كمان والله. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. لو تابعتنا في الانترو احنا كنا بنهني حضرتك دايما. ده هو كده العيد ميلاد، ده كده اصبح عيد ميلاد بجد يعني. لا احنا لسه عايزين نحتفل ونخرج وتعزمنا يعني بمناسبه كابتن يعني شريف. لو خلصتوا جيتوا على الاستوديو النهارده هنعمل الله 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 الله. يعني مكلفين جامد يا ابو الكباتن النهارده. لا ايمن شوقي كان عيد ميلاده من كام يوم برضه، فانا عايز اعمل له برضه نقول له كل سنه وهو طيب وعامل مليون سنه. كل سنه وهو طيب، فان شاء الله النهارده الفوز على اول مباراه في الدوري باذن الله تبقى عيد ميلاد بجد يعني باذن الله ان شاء الله. ربنا يسعد لك ايامك يا كابتن شريف، انت من الناس الجميله المحبوبه ويا رب كل الخير ليك يا رب. يا رب لينا كلنا، وانتم وشكم حلو على القناه وانجازات حقيقه واحسن قناه الحمد لله في الاستفتاءات كلها اللي بتحصل. بجد منورين الدنيا وعاملين حاله جميله جدا يعني. خليتونا نصحى الساعه 10، انا عارف انت بتصحى كريم الساعه 7 او 6 6 ونص نهوان دي 8 ونص. لا والله ده انا قبله بصحى 5 ونص يوميا وبنام الساعه 9. انا اتغيرت جدا يا كابتن شريف والله. شفت الاهلي بيعمل ايه؟ اه صحيح صحيح فعلا. لا ان شاء الله دايما نجاحات مع بعض وكلنا يعني اسباب او يعني كلنا شاركنا في هذا النجاح كلنا مع بعض حقيقي، فمبروك علينا جميعا يا كابتن شريف. الحمد لله انجازات وتطوير واستقرار وكل حاجه باذن الله. وان شاء الله ربنا يوفقنا في الماتش النهارده. انا مش هخش بحضرتك بقى في تفاصيل كثيره عن التحليل، ولكن هنتابع حضرتك اكيد بالليل في التحليل وباذن الله كده نفوز يعني. وعندكم باذن الله نجم التحليل كله هو بقى اي كابتن حاجه هاني معاك. انا مش جاي النهارده يا كابتن شريف، خلي الكابتن اسامه بقى براحته. لا يا راجل. لا تيجي برضه مش هيحصل حاجه حبيبي يا كابتن، ممكن اي حاجه تحصل. حبيبي كل سنه طيب يا كابتن. عقبال مليون سنه كابتن شريف عبد المنعم، اسم من الاسماء المهمه في تاريخ النادي الاهلي. كل سنه وحضرتك طيب.